يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن شيء احنا كنا مفتقدينه ان هو يزيد في حياتنا، وهو استحضرنا وشعورنا ان ربنا معانا. ربنا معانا في افكارنا، ربنا معانا في حياتنا، ربنا معانا في نظرتنا، ربنا معانا في ضحكتنا، ربنا معانا في أماننا، ربنا معانا في مستقبلنا، ربنا معانا في سعادتنا، ربنا معانا في همومنا، ربنا معانا بمدده في كل وقت وحين. خلينا نعيش دايما في معية الله، وتعالوا نناجي ربنا دايما ونقول له: اللهم إنا نعلم أنك معنا وأنك على الدوام تمدنا، فاللهم إنا نسألك بجميل صفاتك التي توددت إلينا بها فرأينا جمال حسن معاملتك، فلا تقطع عنا حسن معاملتك، واكشف عن قلوبنا حجبها حتى نرى الحياة بأنوار رعايتك وحمايتك ومددك. اللهم يا مددنا ويا سندنا، ارزقنا سعادتنا في كل وقت وحين، واجعلنا من الآمنين بأمانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.